مساء الخير. هوا كوينين بخرق بالمصارين، وسقعة كوينين بتسبب بعض الأمراض المعوية خصوصاً جراء الهواء البارد، ولما بيلتقي الهواء البارد بالبخار بيتحول إلى مياه بالغلاف الجوي، وبصير عنا عملية تكثف بتتشكل الغيوم وبتشتت الدنيا وبترتوي الأرض بعد موسم صيف حار. بالعودة إلى طقسنا، طقس خريفي مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب منطقة من الضغط الجوي المرتفع عم ترفع درجات الحرارة لأعلى من مستوياتها الطبيعية بشهر كانون، والرطوبة عم بتكون عادية، أما الهواء فمتوسط السرعة والبحر معتدل ارتفاع الموج حرارة 122 درجة. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، ولبكرة طقسنا غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 7، بالبقاع 5 والأرز درجتين، ومنبقى بجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية 11 بعكار، طرابلس 11، شكة 23، ننتقل من بعدها إلى الأشرفية 26، عبرة 24، صورة 23، بليدة 19، النبطية 19، رشية الوادة 19، كسارة 18، راس بعلبك 16، والهرمل 19. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و75%، حرارة سطح الماء 22 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون شرقية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 12 أدناها أقصاها 26، بتكمل على هالحال لنهار الأحد، وبتفرق نهار الاثنين وبتتراوح بين 12 و25 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية: عمان 18، دمشق 19، والقدس 19. مننتقل من بعدها إلى الجزائر 15 وتونس 16، ومننهي مشوارنا بباريس 7. هيدا كان كل شي. باي.